وحنا مستمعين دائما حنا معكم مباشره على الاثير اذاعه اصوات. كناخذوا دابا المترو باش غادي نتجهوا للستاد ديال البيت، يعني ساعات قليله جدا كتفصلنا على المقابله اللي غتجمع ما بين الفريق الوطني المغربي ونظيره الفرنسي. دابا المشكله ماشي المشكله، الشيء الجميل ما بقيناش كنشوفوا غير المغاربه اللي كيشجعوا الفريق الوطني المغربي هنا في الدوحه العاصمه ديال قطر، ولكن كنشوفوا حتى الاخوان من السعوديه، من سلطنه عمان، من سوريا، من فلسطين، من الاردن، جميع يعني الاشقاء العرب كيحييوا المغرب. وحنا غاديين دابا كيف ما قلت لكم في المترو وجميع الوسائل بالمجان المترو لي باص، يعني كلشي بالمجان. واحد السيده هنا جلست حدا لقيت في الشعب المغرب كلمه للشعب المغربي الشقيق اللي كيشوفك الان مباشره. كل الشكر والتقدير لاخواننا بالمغرب، استمتعنا صراحه بالوصول للنهائي ان شاء الله للنهائي باذن الله. ان شاء الله بلجيكا ومشيت ارى كندا، بلجيكا ومشيت ارى كندا، بلجيكا ومشيت ارى كندا، بلجيكا ومشيت ارى فرنسا. يا سلام، شفتوا حتى الشعارات اللي كتردوا انتم في المملكه المغربيه من طنجة حتى للقويره ومن الشرق والغرب وجبال الاطلس، كيردوا الاخوان العرب هنا في العاصمه الدوحه وهما غاديين باش يشجعوا الفريق الوطني المغربي. كنا غنقولوا ليه سي 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 سي. يلا من غادي نوصلوا ان شاء الله للاستاد ديال البيت، غادي نتلاقاو مع حلقه ديالنا ديال برنامج ولاد البلاد اللي غادي يكون البث مباشره من الاستاد. الى اللقاء.